الأستاذ أحمد بيتكلم في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم العالمي اللي موجود واللي بينجم عنه زيادة في الأسعار بتعاني منها أو بيعاني منها الآن العالم كله، فهو عايز نصيحة للتجار اللي بيحتكروا السلع وبيخزنوها وبعد كده يبتدوا يطلعوها للناس لكن بسعر أعلى. هنحرص على كلمة بعض التجار. الاحتكار طبعا من الأمور، ده معلوم، من الأمور المحرمة شرعا، وجات فيها أحاديث شديدة اللهجة، اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المحتكر. اللعن اللي هو إيه؟ أن يطرد من رحمة الله، يا خبر، والتوعد بالعذاب الشديد في الآخرة، والمال الحرام اللي بيأكله ده لعنة عليه في الدنيا والآخرة، وخلط بهذا الحرام الحلال. انت النهاردة بتدخل قرش حرام على الحلال اللي عندك، إن الحرام إذا دخل على الحلال يبعثره، وإن الحلال إذا دخل على الحلال يكسره. فأنت محيت من نفسك البركة وأدخلت حراما وطعمت حراما أنت وأولادك عشان ظنا أن دي شطارة. الشطارة لا تكون في طعام الناس ولا فيما يقتات به الناس، بالعكس إحنا في مثل هذه الظروف حسبة لله تعالى، وإن الإنسان وفاء إلى تراب هذا الوطن إن إحنا نبقى الناس مع بعضها، لأنه ده ظرف عالمي مش ظرف محلي فقط. فأنا النهاردة لما أتاجر بقوت الناس وأعمل هذه الأفعال المنكرة، ده شوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ده وجب عليه، إنه ده ملعون لما يلحق بالناس من التضييق اللي إحتوا بتحطوهم فيه. بعض التجار، مش عايزة أقول أغلب تاني، حاضر، بعض التجار اللي بيوقعوا الناس في تضييق وضيق وضرر، بيوقعوهم بضرر باقتصادهم، بيوقعوهم بضرر باقتصادهم، وبيعملوا اختلال في الأسواق بسبب الاحتكار اللي بيعملوه. والحديث معلوم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، يعني وقع في خطيئة، وقع في خطية، وقع في ارتكاب محظور. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم، عايز بقى يعمل الشطارة، كان حقا على الله أن يقذفه في معظم جهنم رأسه أسفله، رأسه أسفله. طب ده يعني هيتفسح كده في جهنم وراه يقذف من رأسه في النار. أحاديث فيها لمن يفقه ومن يتعلم، وإلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها وإطلاقها على حرمة الاحتكار، إنه هذا المحتكر ملعون معذب في نار جهنم. اللي بقى عايز يدخل في هذه الدائرة يصنع ذلك. الذي يتقي الله في الناس ويقول لا ده أنا النهاردة في ظرف عالمي، في ضغط عالمي بسبب التضخم، سبب أي شيء، الحروب، كل تصرفات بني آدم التي تؤدي إلى مثل هذه الظروف، فيقول أنا هكون مصدر باب رحمة للخلق، فأنا هنزل في السعر بتاعي. التاجر ده ينزل والتاجر ده ينزل والتاجر ده ينزل، تقوم الأسعار. نعاون، مش لازم أكسب العشر، مش لازم أكسب 100%، خليهم 50%. يقول لك ما كل حاجة حواليا بقت غالية. تاجروا، أحسنوا التجارة مع الله، يرجون تجارة لن تبور. كونوا من هؤلاء الذين يرجون تجارة لن تبور. وبلا شك أنه يجوز لينا شرعا، يجوز للجهات المختصة إنها تعاقب، تسن القوانين لمعاقبة المحتكرين، وده شيء إحنا بنناشد بيه وبنأكد على حسن تطبيقه، بأنه تحدد تمن السلعة لما المسألة كده تدخل فيها الاحتجار عشان تتباع السلعة بتمنها الحقيقي. فإن رفض البائع المحتكر ذلك إلا إن هو يبيع بما شاء، يجبر على بيعها ذلك، إنه في ضرر مترتب على ذلك، وبيتم معاقبته بما ترى هذه الجهات المختصة بالعقوبة المناسبة لجرمه من أجل ردعه عن إنه يتلاعب بأقوات الناس.
يتبقى سؤالين إن شاء الله غدا نجيب عنهم، أو سؤال نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في الأمر.